السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. هذه الاكسانس 2022 مقعدنا في واحد البروبليم ديال فويون ديال لي رباط كتبان لكم. ها هي دونك ان شاء الله غادي ندوزو باراديغنوستيك ونشوفوا المشكل. كذلك الاخوان عندنا الفويون هذه ديال البي اس اي كتبقى شاعله، دونك حنا دوزنا لاباري ديالنا، عطاتنا لي كود ديفو هادو، كتبنا كابتور فيتيس درو اللي هو كابتور ديال لابي اس اللي في الرويضه، والايرور هاد ديال كوداج ديال لي سيو. دونك لي سوار ديال هاد الطوموبيله ديال الاخوان انها تضربات من القدام في واحد لو شوك من جهه اليمن، الافون دروا خرجوا لي زيرباك كونديكتور وباساجي. هذا اللي هنا الطابلو هذا ربع شونزينه، الطابلو القديم هو هذا شي بان لكم. وهذا الاخوان اول ارباك اللي خرج فيه. دونك حنا شونزينا الطابلو هذا كامل الاخوان، درنا لي ارباك هذا ديال الباساجي، هذا الاخر ديال الكونديكتور، وشونزينا الموديل ديال لي ارباك اللي تيكون هنا في هذه البلاصه هذه بالضبط السونتر ديال الطوموبيله، تيكون هنا لداخل كتحيد هادو عاد تيبان لك. دونك حنا الاخوان باش طفلنا هاد البوله هادي ملي بدلنا الموديل بدلنا الزرباك هادو ضروري كنديرو واحد الكوداج فاريونت SEO بالطابليت، كتدخل بالطابليت كتقاد الامور ديالك. ما درتيش لي طاب هذا كتبقى لك شاعله في الطابلو. اوكي هنا راه اونجيسترات. دونك من بعد لي طاب غادي نجيو الاخوان نديرو اماج ونشوفو الفويون هادي واش مشات. هادي يعني دالا باك كانت كتسيني، كنديرو اماج ان شاء الله. دونك يا طفات الاخوان قالت لنا هادي ديال لابي اس، غادي نشوفو الكابتور هذا ديال لابي اس واش دار بلاصتو ولا، حيت سيسبونسيون ديال الطوموبيل تقريبا مشى كامل من لامورتيسور من الكاردون من تريونغل، كذلك الفيزي رولمون، يعني كلشي تبدل الجهة هادي. والكابتور هذا ديال لابي اس كما قلت غادي نشوفو ان شاء الله ونشوف المشكل ديالو ونطفيو هاد الفايون هادي. دونك هو هذا الاخوان علاش شعلت الفايون هادي، هذا كابتور ديال لابي اس اللي تيكون في الرويضة. دونك نتسناو ان شاء الله باش يجينا، باقي ما جاش باقي ما وصلش، ركبوا بلاصتو ان شاء الله غادي نطفيو هاد الفايون هادي اللي بقات. بالنسبة للاخوان كاين اللي غيقول لك علاش تبدل الطابلو كامل، دونك راه انا تيبان لي اوبليجي باش تشونجي هاد الطابلو هذا، بس علاش الرباك تيخرج هنايا تيبان، يعني تيخلي لك واحد البلاصه هنا في الطابلو يعني مخسره المنظر. يعني احسن حاجه هي انك تشونجي الطابلو وتجيب واحد الارباك واحد اخر ديال هنايا تيكون لداخل ديال الباساجي تركبو بلاصتو باش ترجع الطوموبيله بحال الاول. اما دير هذيك الخدمه ديال الفقه ولا دير شي حاجه اللي تضرك ما يعني ما خدمهاش. هذا حتى هو شونجينا الاخوان كما قلت. دونك بالنسبه للخدمه ديال الطابلو هذا راه ساهله الاخوان باش تحيد، حاجه سهله يعني كتحيد نبدا لكم تقريبا من جناب من هنايا بقي كتحيد هذا، هذا راه ساهل باش تحيدو باش تحيد هنايا، هذا كتجرو لعندك بحال هكا كتجرو كيتحيد بحال هكا، بقي كتلقى لي فيس كتحلهم، هذا كذلك بوست راديو كتحيد، هذه هي الاولى هذه يكون عندك لوتياج هذا ديال سميتو باش متخليش الاطراس هنايا كتحيد هذه، كتلقى لي فيس عاوتاني كتحل كتحيد هذه، كذلك هذه كتجرها، المهم حاجه سهله كتحيد هذه كتركب الطابلو ديالك، المهم كتشوف لي فيس راه فيه لي فيس والبولونات كتحيدهم كاملين لي فيش، بقي كتركب الطابلو حاجه سهله.
والمهم في هادشي كامل الاخوان خدمه طلع نقيه والكليان يعني يشكرك على على الخدمه وتشكر راسك انت ان الخدمه هذه خصها تكون عندك فن مش عا يعني نصور الفلوس ولا خصني نحب الحرفه ديالي تكون عزيزه عليا. وهذيك فكره الاخوان تبارك الله عليكم.